طيب خلينا بقى نروح النهاردة. يمكن بدأت مع حضراتكم في البداية يعني صريحة جدا، وقلت إنه منتخبنا الوطني يعني إدانا كده طاقة إيجابية، يعني إحنا برضو وطنيين. منتخب النهاردة في بداية المشوار بقى والتصفيات المؤهلة لكأس العالم خلانا كده عندنا يعني طاقة حلوة، اكتساح يعني اكتسح المنتخب الوطني ضيفه منتخب جيبوتي ب6 أهداف دون مقابل. اللقاء طبعا تألق فيه نجم فخر العرب والنجم المصري يعني العظيم محمد صلاح نجم ليفربول، واللي سجل 4 أهداف سموها حتى سوبر هاتريك، يعني الهاتريك اللي هو 3 أهداف معاه الرابع بقى السوبر هاتريك. وتكفل بقى مصطفى محمد ومحمود حسن وتريزيجيه سجلوا الهدف الخامس والسادس، وبالتالي لو كان في وقت كان ممكن جابوا كمان يعني نتيجة كمان أكتر من كده. كان نفسي كل المنتخب بقى بصراحة كل واحد يجيب جول علشان ايه يعني تبقى كده بدايه فيها فال حلو. الناقد الرياضي محمد جلال، مساء الخير يا فندم. مساء النور. محمد جمال، مساء الخير يا فندم. خير. استاذ محمد، يعني النهارده احنا كنا متوقعين الفوز، انا عارفه يعني كل النقاد والصحافه المصريه كانت متوقعه يعني لحد 3 أهداف. شفت المباراه ازاي؟ بالظبط، اكيد النهارده الناس كلها كانت متوقعه الفوز، اكيد مباراه سهله جدا لمنتخب مصر، ماتش قدام فريق يمكن فريق ضعيف جدا منتخب جيبوتي، مش عايزين نخدع بالنتيجه، لكن هو فوز كويس، فوز بيدي طاقه ايجابيه اكيد للجمهور وبيدي طاقه ايجابيه للعيبه، لكن في نفس التوقيت هو برضه في نفس الوقت ممكن يبقى فوز خادع. فوز خادع بمعنى انك بتلعب فريق مصنف اكثر من 160 على العالم واكثر من 170 على العالم دلوقتي. صحيح. في فرق كبير جدا ما بينك وبينهم، في فرق كبير جدا حتى في الطموح ما بينك وبينهم. يكفي ان المدرب يعني جيبوتي في المؤتمر الصحفي بعد المباراه انا كنت حاضره كان بيتكلم بيقول احنا في التصفيات اللي فاتت بتاعت 2022 كنا في المركز الرابع الاخير في مجموعتنا، احنا بنطمح في التصفيات الحاليه ان نتواجد في المركز الثالث، فده يقول لك قد ايه ما فيش طموح. طيب هايل. منتخب جيبوتي، ولكن احنا شايفين ان منتخب مصر يمكن الماتشات اللي زي دي لابد ان هو يكون بياخدها باكثر كفاءه زي ما حصل النهارده، اللي انا استغلها اكثر استغلالا قبل امم افريقيا، قبل الاختبارات القويه، لابد ان الفرق دي كلها منتخب مصر يقدر يفوز بسكور ويقدر يفوز بجول عريض، ما يخسرش قدام فرق زي دي، لان حصل قبل كده ان منتخب مصر كان بيتعرض لعشوائيه الفرق دي، ممكن يتعادل او ممكن يخسر ويضيع عليه فرص كبيره جدا. وعندك بقى طبعا يعني عدي مباريات كتيره جدا من اول زامبيا في 2009 مرورا بالنايجر 2011 مرورا بسيراليون قبل كده برضو تعادل، وقبل كده ليبيريا في التسعينات، فيعني احنا لينا سوابق مع الحاجات دي غير لطيفه يعني بالنسبه لنا. لكن احنا بالنسبه لنا ان احنا ناخد المباراه النهارده بست اهداف اعتقد ده كان فوز مهم جدا، اولا لمعنويات المنتخب قبل مباراه سيراليون يوم الاحد، واللي على فكره برضه لو انت خدتيها من نفس المحمل النهارده مش هتختلف كثيرا عن مباراه جيبوتي، يعني فلازم منتخب مصر ياخد المباراه بنفس القوه، لان برضه فريق سيراليون فريق ضعيف، يمكن فريق اثيوبيا وبوركينا فاسو هم اقوى يمكن 2 كده في المجموعه شويه، يمكن نقدر نقول عليهم تصنيف ثالث شويه، يقدروا ان هم يتعبونا الى حد ما خارج ارضنا، لكن في القاهره منتخب مصر اقوى من اثيوبيا واقوى من بوركينا واقوى من كل الفرق دي كلها اللي معانا في مجموعه كاس العالم. اكيد. طيب خلينا نتكلم كمان عن محمد صلاح. اولا هو ادى طاقه للعيبه من قبل المباراه في المعسكر، وهو اجتمع باللعيبه، وهو كمان صلاح عنده حلم الوصول من خلال المنتخب الى كاس العالم. بالظبط، محمد صلاح في 2022 في 2018 كان موجود في كاس العالم، كان يمكن صلاح من اللعيبه القليلين جدا في المنتخب دلوقتي اللي حضر تصفيات كاس العالم 2014 وحضر كاس العالم 2018 و22، يمكن ما وفقش في مرتين، ولكن وفق في مره كان هو بطلها في 2017 18 طبعا في كاس العالم روسيا. صحيح. يوليو 2018، لكن هو كان بطلها في 2017 في. صحيح. المجموعه اللي كان فيها الكونغو، وكان فيها اللي ما ننساش هدفه قدام الكونغو طبعا في مصر وقدام اوغندا، فكان منتخب مصر وقتها صلاح اكيد هو رقم واحد، لحد دلوقتي اكيد صلاح يظل رقم واحد في منتخب مصر، هو ايقونه الجيل الحالي بلا شك. يمكن النهارده التسجيل 4 اهداف مش بس يمكن صلاح بيزود في ارقامه القياسيه، لا صلاح بيدي رساله قويه جدا لكل المنافسين ان منتخب مصر قوي، منتخب مصر بيملك محمد صلاح، ده مهم جدا بالنسبه له. النهارده صلاح اصبح يمكن هداف التصفيات في تاريخ منتخب مصر، تصفيات كاس العالم برصيد 15 هدف، محمد صلاح تخطى الخمسينات في اهدافه، يمكن بينافس فقط هو الكابتن حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر، يمكن صلاح دلوقتي تخطى اعتقد ال 54 هدف او 55 هدف، يمكن كمان بتتكلم على صلاح 200 هدف في الدوريات الاوروبيه كلها سواء مع بازل او ليفربول او حتى. صحيح. مع تشيلسي الانجليزي، سواء مع فيورنتينا مع روما،
فده يعني يدل قد ايه احنا معانا دلوقتي نجم عالمي يمكن من التوب فايف في العالم خلال 6 سنوات الاخيره او 5 سنوات الاخيره. محمد صلاح لسه بيحافظ على رونقه وان هو ايقونه للجيل الحالي. يمكن بعد المباراه النهارده كانت لعيبه منتخب جيبوتي كلها بتجري على صلاح عشان ايوه انا بس عايزه حضرتك كده تديني بس كده يعني نقطه علشان اسالك لانك كنت موجود النهارده في المباراه. قول لنا يعني بعد المباراه الكواليس كانت عامله ازاي؟ اللعيبه بقى قالوا ايه؟ محمد صلاح كمان عامل حوار لاون سبورت وشفنا كده يعني لقاءات كتيره، فكلمنا شويه عن كواليس بعد المباراه. يمكن اكيد كنت موجود بالفعل يمكن وشفت صلاح وهو بيجري الحوار مع زميلنا طبعا محمد طاهر متالق وفي قناه اون تايم سبورت اللي بتنقل دلوقتي حقوق المباراه بمباراه تصفيات كاس العالم بشكل يعني بشكل كويس جدا. ودي نقطه هايله ان احنا طبعا يعني المصريين يشوفوا تصفيات كاس العالم من خلال اون سبورت. الحقيقه المتحده باذله مجهود اون سبورت ودي حاجه يعني الناس كانت مبسوطه اللي هو افتح كده قناه مصريه اقعد كده على الكنبه بتاعتي اتفرج انا وعيلتي ونبقى مبسوطين. بجانب كمان ان مش هيذيع بس ماتشات مصر، بتتكلم على هايلايت لكل الماتشات في تصفيات افريقيا، ده حاجه جميله جدا الناس طبعا. كلها يمكن الجيل بتاعي كان بيتفرج على الحاجات دي، كانت موجوده زمان في تلفزيون المصري فكان بياخد خبرات اكيد مين اللعيب اللي بيلعب هنا ومين اللي بيلعب هنا. اعتقد مهمه جدا للشعب المصري. النهارده يمكن بعد الماتش على طول كانت لعيبه جيبوتي بتحاول مع محمد صلاح والنني طبعا ان هم ياخدوا التيشيرتات بتاعتهم. يمكن كمان صلاح ما قلعش التيشيرت، محمد صلاح احتفظ بالكوره اللي سجل بيها رباعيه النهارده، وده يمكن ثالث سوبر هاتريك لمحمد صلاح في تاريخه. صحيح. مع اثنين مع ليفربول وواحد مع منتخب مصر، وطبعا احتفظ بالكوره النهارده خرج بيها وكانت الناس كلها وحيا الجمهور كله هو خارج يعني كل الجنبات بتاعت الملعب. هو كان مبسوط حتى ونزل وسجد في الملعب يعني كان عنده يعني حاله كده ايجابيه عاليه جدا. هو من المعسكرات يمكن الاخيره اللي محمد صلاح يمكن اكثر سعاده فيها من اول ما جه وراحه نفسيه. يمكن بيتكلم في المؤتمر الصحفي لما سالته اتكلم على ان صلاح قوي جدا كشخص بيسبيها بالاستشفاء وبيرجع نفسه مره ثانيه في حالته حتى البدنيه ويقدر يلعب الماتش الجاي بكل سهوله. يعني انا سالته على قصه الروتيشن، هل ممكن في مباراه سيراليون يشوف صلاح بره التشكيل الاساسي؟ الراجل اتكلم بكل صراحه وقال صلاح بيعمل الاستشفاء بتاعه بشكل رائع، وان صلاح من اهم اللاعبين الموجوده دلوقتي في العالم، ما بالك موجود في فرقتي فطبيعي هو الاهم في فرقتي. كمان يمكن بعد المباراه على طول صلاح اجرى الحوار طبعا مع قناه اون تايم سبورت، وبعدها على طول يمكن صلاح وبكل ده الحقيقه يحسب لاون تايم برضو انها تعمل هذا الحوار الحصري مع محمد صلاح في اولى تصفيات كاس العالم. اكيد طبعا ده برضو شيء مهم. طيب انا عايز استغل وجود حضرتك يعني ناقدنا الرياضي محمد جمال واستاذن زمايلي لو في مشاهد للجمهور او للاستاد، لانه الحقيقه احنا لاحظنا انه عدد الجمهور كان قليل. يعني هل يعني مع ان جمهورنا لما بيكون في ماتشات خاصه بنادي الاهلي او الزمالك بيبقى الاستاد عن بكره ابيه يعني ما فيش مكان، هل احنا عندنا مشكله يعني لازم برضو يعني يبقى في كده تشجيع للمنتخب انه الناس تروح المدرجات؟ يعني النقطه دي ليه دايما بتحصل مع المنتخب؟ اكيد خلينا واضحين مع بعض، اكيد في مشكله، اكيد في مشكله، لان يعني انا ما اتعودتش دايما ان اروح ماتشات منتخب مصر من غير ما الاقي جمهور قليل. يمكن دايما في ماتشات منتخب مصر هي اللي بيبقى موجود فيها اكبر عدد من الجماهير. اكيد كل الناس بتحب فرقه سواء الاهلي او نادي الزمالك او اي فرقه موجوده في مصر، ولكن في ناس بتوقيت منتخب مصر لما كان بيلعب كلنا نفتكر المشاهد الرائعه اللي كنا بنشوفها بدايه حتى يمكن في العصر الحديث شويه، يمكن بدايه من 2006 في يوم افريقيا في مصر والناس عرفت المدرجات وكنا بنلاقي ال 100,000 وال 120,000 موجودين في كل الماتشات مش شرط ماتش قوي. ما بالك كمان دلوقتي عندنا محمد صلاح واحد من التوب فايف في العالم، طبيعي انت حابب تشوفه، سواء عمر مرموش تريزيجيه. هل هي بقت محتاجه دعايه اكتر؟ يعني يبقى في بقى دعايه اكتر علشان وبرده ممكن تكون الاجواء الحقيقه بتاعت اهالينا في قطاع غزه مسيطره على الناس برده يعني. هو انا وجهه نظري ان الموضوع النتائج بتجيب، يعني النتائج هتجيب الجمهور. يمكن نتيجه زي النهارده 6-0 هتجيب الجمهور في المباراه الجايه، المباراه اللي بعدها لو منتخب مصر ظل في نفس الاداء هتلاقي الجمهور بيرجع اكتر واكتر. طب بكره لو لعبت مباراه قدام السنغال او الكاميرون او كوت ديفوار بشكل رسمي هتلاقي الملعب بتقفل. ده مش توقعي، ده امر واقع، لان الناس دايما بتحب تروح الماتشات اللي هي
الجامده او الماتشات اللي قبل كده. احنا برضه بنطالب الناس انها تروح الماتشات اللي هي زي جيبوتي وزي السيراليون، لان برضه اللعيبه لما تنزل الملعب ممكن هم يكونوا كانوا متصورين ده بقى بدايه التصفيات ولسه الناس المود بتاعها زي ما قلنا مش حاضر قوي، بس يعني يكون في تشجيع اكتر في المرات القادمه باذن الله انا متاكده. مباراه هايله، بدايه وبدايه ساخنه جدا وايجابيه جدا. اشكرك الناقد الرياضي محمد جمال، شكرا جزيلا.